هو ده الذكاء يا هو ده الذكاء والنبي يا اسطى اعمل لي يا اسطى ايوه يا عم مش انت الاصطناعي اللي بيقولوا عليه ها اتفضل يا سيدي عايز اعمل لي بص اعمل لي صورتي وانا ايرون مان ايرون ايه يا عم بالراحه علينا التناكه دي حتى التناكه لاولاد اكمل اتفضل يا بيه وريني يا ابن اللعيبه يا اصطناعي يا جامد بص اعمل لي بقى صورتي وانا فرعون ايام بقى حتشبسوت والشباب استغفر الله العظيم يا رب اللهم طولك يا رماك ايه يا عم ده اخرك اصلا تقعد تعمل شويه صور ولا انت ليك لازمه في اي حاجه اكيد لا طبعا اقدر اصنع محتوى واعمل خطط عمل وابعت وتبعت ايميلات وترد على الزباين فاكس يا عم فاكس لعلمك انا اقدر اكتشف علاجات وادويه لامراض مستعصيه خد السؤال ده ام احمد عندها 4 عيال يلا يا ابني خلاص يا عم شيلها من هنا يلا كل شويه حد يسالني ام السؤال ده وحياه امي لو عادت في بيتكم ما هتلاقي كلب يشغلك انزل يا عم ايه البني ادمين دول اخواتي اخواني اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برشامة جديدة برشامة النهاردة عن الذكاء الاصطناعي ايه بقى الموضوع هنعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي وهل هو فعلا مفيد بقى للبشرية فعلا افادة حقيقية غير بقى موضوع الايميلات والبتنجان ده هل ممكن يفيدنا في مجال الطب وانت كمواطن كرومبا ما انتش عارف فيه تروح فين ولا تيجي منين تعمل ايه بقى في موضوع الذكاء الاصطناعي ده بالظبط تتصرف ازاي انا هقول قد يعتقد البعض ان موضوع الذكاء الاصطناعي ده حاجة يعني حديثة بقى لها 10 20 سنة ولا حاجة لا يا حبيبي خالص الموضوع بقى له اكتر من 70 سنة يعني انت متخيل احنا اوت ديتد اصلا الدكتور جون مكارتي سنه 1955 هو الراجل الطيب ده هو اللي فتح علينا الفتوحه دي بقى كان لامم كده الرجاله في مؤتمر صيفي جميل وحط بقى ايه اساسيات علم الذكاء الاصطناعي ومن ساعتها الموضوع بدا يتطور وشفنا بقى الهواتف الذكيه او السمارت فونز سمارت وانتليجنس الله الموضوع قديم بقى طب انا لسه قايل لك اهو ولكن الذكاء الاصطناعي درجات اولها اللي شفناها مثلا في العربيات اللي هي بتسوق لوحدها زي تسلا وليفل الوحش فيها بقى اللي هي الشات بوتس اللي طلعت في السنوات الأخيرة ومنها الشات جي بي تي بتاع أوبن أي آي والبارد بتاع جوجل طبعاً لو طلبت منك تقول لي دلوقتي يعني إيه ذكاء اصطناعي في جملة واحدة مش هتعرف تجاوب بص أنا مش ساحر ولا حاجة بس أنت اتفرجت على يجي 10 فيديوهات عن الذكاء الاصطناعي طيب يعني إيه ذكاء اصطناعي مع حدش يعني أنا بقى أقول لك حبيب بس ثواني نشرب بق التمر عشان نعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي لازم نعرف الذكاء في البشر اصلا معناه ايه للاسف يا ريس او يعني هو لحسن حظك في خلاف كبير ما بين العلماء على تعريف الذكاء البشري طبعا لان ليه اوجه متعدده وهو ناتج عن عمليات معقده ومتنوعه تحدث داخل المخ فيعني ملوش تعريف دقيق ولكن لتقريب المفهوم بس خلينا نقول ان الذكاء هو قدرتك على حل المشكلات بدون سابق خبره او تعرض للمشكلات دي من قبل كده يا نهار اسود ده انا اصلا سبب المشاكل كلها عندنا في الشغل ده انا المدير حاططني على اكشن بلان از وي سبيك خد بقى نفس الكلام ده طبقه على الكمبيوتر او الاله في الحاله الطبيعيه الكمبيوتر شغال بمبدا بما ان اذا يعني انت بتدي له معطيات او مدخلات يقوم باصص كده على المخزن عنده جوه لو لقى نفس المدخلات او المعطيات دي هيدي لك نتيجه طيب لو ما لقاش المعطيات او المدخلات اللي انت بتديها له دي في البرمجه الاصليه بتاعته مش هيدي لك كشاف هيدي لك ايرور هيقول لك ما خدناهاش في الكلاس دي ده في الحاله الطبيعيه في حاله بقى الذكاء الاصطناعي الكمبيوتر او الآلة تستطيع حل مشكلات لم تتعرض لها من قبل ولم يتم برمجتها على حلها بتتصرف من دماغها يعني دماغها زي البشر ايوه ما هو ذكاء اصطناعي حاجه بتحاكي الذكاء البشري يعني مثلا انت عمال فرحان ببرامج الاي اي اللي هي بتطلع لك صورتك وانت في عالم مارفل او في عالم جيم ثرونز او صورتك ايام الفراعنه مثلا البرنامج ده المفروض ان هو اول مره يشوفك يعني البرمجه الاصليه بتاعته ما فيهاش ان لما المواطن سيد سمنه القاطن بالطوابق فيصل يدي لك صورته تقدر تتعامل معاه دي مش موجود عنده وعلى الرغم من كده البرنامج بيقدر يتعامل مع مشكلتك ويطلع لك صور حلوه قوي وانت سوبر هيرو بقى او بطل وانت اصلا عليك اقساط وفي ايميلات ما ردتش عليها من الاسبوع اللي فات طبعا انت هتقول لي ثواني لحظه واحده كده البرنامج ده عارف ازاي ان في حاجه اسمها عالم مارفل او جيم ثرونز او فراعنه بقى واشكالهم والبيئه بتاع عارف كل ده ازاي شكلك ذكي يا حماده شكلك انتليجنت شوف ريس الذكاء الاصطناعي جامد وكل حاجه ولكن لا يزال في حاجه لما يسمى بتعليم الاله او الماشين لير لان زي ما قلنا انت مش هتخترع العجله انت بتعمل حاجه بتحاكي بيها الذكاء البشري وبالتالي اول خطوه بتقوم جايب البرنامج بتاعك او الاله بتاعتك وتنشئ لها حاجه اسمها المسارات العصبيه عشان تحاكي في الانسان المخ والجهاز العصبي المركزي معه ذكاء يعني ذكاء وذكاء المسارات العصبيه اللي في الاله دي بتمثل بالنسبه لها حاجه اسمها الديب ليرنينج او التعليم العميق او الاساسي بتاع البرنامج حلو جدا زي ما بنودي الاطفال للمدرسه هنودي البرنامج اللي احنا لسه
لسه عاملين له جهاز عصبي مركزي ده هنوديه المدرسه برضه. نقوم بقى عاملين له حاجه اسمها الماشين ليرنينج او لوغاريتمات تعليم الاله، وهي دي بقى اللي ايه، دي بقى الديتا، دي بقى الحاجه اللي بتخلي الذكاء الاصطناعي يتوقع ويحل المشاكل ويستخدم المنطق والسببيه كما يستخدمها الانسان، وبالتالي يبتدي بقى يتوقع وياخد قرارات صحيحه ويعمل بقى الحبشتكنات اللي احنا شايفينها في الشات جي بي تي والحاجات. المهم الذكاء الاصطناعي يتطلب الماشين ليرنينج، لازم حد يعلمه او يديله المعطيات الاساسيه اللي بيها يقدر يحل المشاكل ويستخدم العبقريه بتاعته. خد بقى اقول لك على سر، خلي بالك صورك اللي انت عمال تشيرها مع برامج الاي اي بتاعت مارفل وجي او تي والكلام ده، انت كده بتساهم في الماشين ليرنينج، لان لما البرنامج يجمع من ملايين البشر صورهم ويعرف هم بيحبوا ايه وبيحبوه ليه، يبقى هو كده بيجمع بيانات وبيتعلم وبيتحسن في المستقبل. ده انت كده بتشرسه حضرتك، ده هي بقى لا تكون بتدفع فلوس في الصور دي، خلي بالك انت كده اتغفلت رسمي يا حبيبي. المهم وظيفه الماشين ليرنينج او تعليم الاله دي هتبقى من اهم الوظائف في الوقت الحالي والمستقبل والحاضر وكل حاجه، لانها زي ما قلنا من اساسيات الذكاء الاصطناعي. وعشان تبدا تتعلم ذكاء اصطناعي او ماشين ليرنينج تعليم اله، لازم يكون عندك خلفيه عن البرمجه الاول، خصوصا لغه بايثون، وكمان لازم يكون عندك خلفيه عن علم الاحصاء والاحتمالات، لان الموضوع كله زي ما قلنا لوغاريتمات. طبعا انت هتقفل الحلقه دلوقتي وتقول لي يا عم برمجه ايه وشات، احنا لسه احنا عند 40 سنه يا بيه. قد تظن من الحاجات اللي احنا قلناها دي ان الموضوع معقد ومجعلص، وهو بالفعل كده يعني، انا مش هكذب عليك، ولكن في ساحر اسمه الوقت. هي ساعه واحده، ساعه واحده في اليوم، وبص على نفسك بعد 5 سنين هتبقى برنس الماشين ليرنينج. اي حد يقول لك صباح الخير يا فندم تقول له ليه، افرض عايز حاجه مني وانا ما اعرفش. احتمالات بقى ومنطق واحصائيات وكده، هسيب لك كده شويه لينكات لكورسات ممكن تساعدك تبدا في الموضوع ده، عشان تتخيل قد ايه الذكاء الاصطناعي ممكن يفيد البشر في مجال خصوصا زي مجال الطب، بعيدا بقى عن الكليشيهات بتاعت ارسال الايميلات وصناعه الافلام والمحتوى والكاستمر سيرفيس. از وي سبيك كده الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يتوقع شكل وتركيب كل البروتينات الموجوده على الكوكب، 200 مليون بروتين، خلاص بقى معانا الكتالوج التفصيلي بتاعهم ونعرف اصلهم وفصلهم. ايوه فرحتي يعني اعمل ايه انا بالكلام ده دلوقتي؟ الكلام ده يا حبيبي معناه انقاذ حياه بشر كتير جدا من الموت، لان البروتينات دي عباره عن مفتاح وحل لغز لامراض كتير جدا مستعصيه زي الباركنسون او شلل الرعاش. عشان اقرب لك المفهوم ده وتحس بحجم الانجاز اللي حصل، لازم تعرف ان مرض زي مرض السكر اللي هو الدايبيتس كان بيموت ملايين البشر زمان، يعني قبل سنه 1920 كان اي حد بيجي له سكر ده خلاص ده ميت، يعني اديله سنه سنتين هيتكل على الله. ولكن بمجرد اكتشاف الانسولين والتطور اللي حصل في تركيبه وشكله عبر السنوات خلاه دلوقتي يتاخد في البيت عادي خالص، خلاص مريض السكر بقى يعيش حياه شبه طبيعيه وتم انقاذ ملايين البشر من الموت. هتقول لي يعني ايه علاقه الانسولين بالبروتينات؟ ما هو الانسولين بروتين يا حبيبي. طبعا في واحد فلحوس ورا انا شايفه بيقول لي لا يا ريس ده هرمون مش بروتين، مع انت هتراجع ورايا ده دي شغلتنا بقى. انا عارف ان هو هرمون والله، ولكن هو تركيبه البايوكيميائي او الحيوي عباره عن سلسلتين من الاحماض الامينيه. شوف اكتشفنا بروتين واحد انقذنا ملايين البشر من الموت، ما بالك لما يبقى عندنا تركيب كل البروتينات اللي على الكوكب. ده هيساعدنا ان احنا نفهم اصلا امراض كانت غامضه بالنسبه لنا، وكمان نصنع ادويه فعاله جدا لهذه الامراض. هتقولي طب عملها ازاي بقى الذكاء الاصطناعي؟ ازاي قدر يتوقع تركيب 200 مليون بروتين؟ ولا اي حاجه، نفس اللي قلناه، ماشين ليرنينج تعليم اله. احنا ادينا له تركيب البروتينات اللي موجود عندنا اوريدي، بعد مئات السنين من التجارب المضنيه طلعنا بكام الف بروتين. خد يا عم الذكاء الاصطناعي دي البروتينات اللي موجوده دلوقتي، شوف لنا بقى اللي احنا مش عارفينه هيبقى شكله عامل ازاي. بس يا سيدي خد يا عم 200 مليون اي خدمه. اذا الكمبيوتر بيتم تعليمه وتدريبه، ومع الوقت هو بيتصرف من دماغه. يا نهار اسود من دماغه، يعني ايه؟ يعني ممكن بقى مع الوقت الكمبيوتر يبقى اذكى مننا وياخد مكاننا بقى ويدمرنا ويطفي سجاير في ايه ده ريس؟ انا عارف ان في كلام كتير اتقال في الموضوع ده وانا هرسيك على كل حاجه ما تخافش، ولكن البرشامه الجايه بقى ان شاء الله، لان الانتاج بيقول لنا يعني ما تطولش في الحلقه عشان انت يعني الحلقه تتشاف وكده، فلايك وشير وسبسكرايب وعشانها يزق معايا اليوم والنبي. شوفك بقى البرشامه الجايه ان شاء الله عشان ايه نعرف بقى خطوره الذكاء الاصطناعي وهنعمل ايه معاه بالظبط. بس يا ريس وسلامتك، وخد برشامتك بالشفا ان شاء الله، ونشوفك الحلقه الجايه. باي باي.